أسعد الله وقتكم متابعي ومتابعات شرطة في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة بالضبط بوسط مدينة القنيطرة. مرحبا بكل من التحق بنا، مرحبا بالسي علي كذلك السي أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما شفتوا معنا مرحبا بالسي محمد مدينتي. السي محمد كيقول مدينتي بمعنى أنه في القنيطرة. فين غادي السي علي؟ مساء النور للملكة. كذلك السي ميزان مرحبا بك معنا. كذلك ناصر اهلا وسهلا بك في هذا البث المباشر. كل متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر. دونك عندنا السي نزار كيقول لنا من اكادير او السي ناصر عفوا اكادير. عندكم في اكادير الناس مبحرين. الناس ديال الخميسات ما فهمتش السي نزار او نصر عفوا نصر ما فهمتش. الحمد لله السي احمد بارك الله فيك بخير. كيف الاجواء عندكم في مدينتكم؟ مرحبا بزينب من اكادير، مرحبا مساء النور من اكادير، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سي يوسف ام سي. كذلك ربيع بوش بشير عليكم السلام. نرجس مرحبا بك من طنجه. كذلك مصطفى معنا، مرحبا والف مرحبا بسي مصطفى هلال مدينه سي سليمان. تحيه لك وتحيه متبادله من سي سليمان. امين يا رب العالمين. سي ابراهيم كيقول لنا سي ابراهيم الله يرحمنا، اللهم امين يا ربي واعطانا لقد نفع. سفيان سفيان من القنيطرة على ما اعتقد. كذلك حنا قريبين لهذا المحطة القطار، حنا في وسط سنتر فيل بالضبط وسط المدينة. مرحبا بخويا تبارك الله عليك نبيل. سي نبيل تبارك الله عليك نبيل. يمكن دابا عرفتك شكون الأخ نبيل ديالنا من المشروع بالقصيري بدون واو. عرفتك سي نبيل دابا. مرحبا ألف مرحبا بك معنا والله يرحم وليداتك. هذه مناسبة نقول لك الله يرحم وليداتك، الله يجزيهم الرحمات. سي أحمد مرحبا بك معنا. كذلك نرجس معنا سيدي محمد. سي حسين مرحبا بك من المشروع بالقصيري. كذلك بدوني و فتيحة عبدو جو بارد. إلا مدينة اللي سي عبدو كيقول لنا جو بارد، إلا مدينة أخويا تحية كبيرة لكم من الجزائر. مرحبا بالناس الجزائر ومرحبا بالناس الجزائريين، الناس الإخوان ديالنا الجزائريين. بارك الله فيكم. أجواء باردة إن شاء الله، سقط الأمطار يا ربي أمين. الأخ ديالنا محمد من الجزائر الشقيقة. سي أحمد شكرا لك. كذلك النزلة بردية برهوش أو برهوش على أعتقد ما كتبت كيف ما كتبتي. ودائما هذا الشاب كيكون معنا مرحبا بك نتايا. لحظة في مناتي أنا المسيرة دابا. مرحبا حنا في المسيرة. مرحبا مرحبا ألف مرحبا سي هشام. كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي سفيان. طلعوا نشوف شوف كيفيت هذا ان شاء الله. سي سفيان كان وعدك ان شاء الله غادي نطلعوا القصبة ان شاء الله وغادي نصور فيها. يتبدل شوية الجو وغادي ان شاء الله نصور في القصبة في الاتحاد في الخبازات مجموعة الاماكن في القنيطرة. غادي ان شاء الله غادي نبداو نصوروا فيها باذن الله في خمس اعلى غير شوية الجو يتبدل وحنا معكم. سي هشام عليكم السلام ورحمة الله للتحق بنا الان. نزلت البردية بروش او اللي كان ملقب بالاسم ديالو بروش. انا مدينة اخويا. مرحبا شكرا سي سفيان صح بك جنة ان شاء الله. واصلا مدينتي الناس اكادير مرحبا بكم. الناس اللي اكادير كيقولوا لنا لحظة باش ما ينسيت ليش كنحاول انا نقرا جميع التعليقات. اكادير الجو ديال الصيف الجو سي يوسف كيقول لنا عبدو يوسف كيقول لنا الجو ديال الصيف الله يجيب لنا الشتاء اللهم امين. باكادير كيقول لنا الان سميتو
واخا شنو كيقول لي الاخ دقيقه صمت صراحه من على امين يا رب العالمين، الله يرحمه ويجعل رحمات هذاك وليد العالم كامل، ما بقاش ولد مباه الله يرحمه. وشيخي مرحبا بك عبد الرحيم، مرحبا ألف مرحبا. سي توفيق كذلك تحية خالصة، كاين برد في أزمور، مرحبا الناس ديال أزمور. سي توفيق من أزمور مرحبا بك ألف مرحبا. واش كتعرف من ما عرفتش سيد محمد شنو قلتي، واش كتعرف شنو هذيك ما فهمتهاش إيمان مات ما فهمتش. داخلة جو سخون، فاتي كتقول من الداخلة راه جو سخون، الله يرحمنا ويعطينا قد النفع ان شاء الله يا ربي. السي عزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك دقيقة الصمت هناك شفناها، كذلك معنا السيد محمد. ما عرفتش شنو قلتي، تحبك جنة. وشيخي ابراهيم صاحبي جنة مرحبا و الف مرحبا. كذلك معنا سي الاخ ديالنا الجزائري امين يا رب العالمين خويا، بارك الله فيك سي محمد من الجزائر، مرحبا بكم معنا مره اخرى. سي بلال مرحبا بك، تحيه طيبه وتحيه لك خالصه اخي العزيز. كذلك كيقول لنا ايمان بغينا رقم شوفتي فيه، مرحبا 05 قيدي عندك اختي ايمان 05 22 98 45 41، وهذا الرقم 05 22 98 45 41، هذا هو الرقم ديال قناه شوفتي فيه، ومرحبا بكم كاملين. فلاح موضوع فلاح ان شاء الله بحول الله غنطلقوا له سي الحسن ان شاء الله، هذا الموضوع غادي نطلقوا ان شاء الله، وحنا مقبلين على هذا الموضوع من امريكا احبكم واريد المغرب كامل. شكرا لك سي سعيد، حنا كنقوموا بدورنا، كنبغيوك بزاف سي سعيد، ومرحبا بالجاليه المغربيه، الجاليه المغربيه مقيمه بامريكا. كذلك الاميره مرحبا بك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي حميد تحيه ليه من هذا المنبر، سي حميد عقاوي مرحبا والف مرحبا، تحيه ليه من هذا المنبر. الاخوان ديالنا كيبلغوا لكم السلام. سيدي تحية شكرا لك، شكرا لك علي خويا مرحبا، علي مرحبا بك خويا. عبد الرحمن مرحبا، الدار البيضاء صاد وجفاف، اللهم امين سي السي عبد الرحمن، اللهم امين يا ربي يرحمنا ويعطينا خير. هو هذاك اختي او عفوا اعطيتي اخي حسن، هو هذاك إفكتيمون. كنعتذر إلا ما كانش شي بعض التعليقات، لأن تبارك الله لائحة قوية فأعتذر. شنو قالت لي؟ تحية خالصة من سيدي سليمان أخي الكريم، شكرا لك سي إدريس، وتحية مبادلة، راه ديما كنكون عندكم في سيدي سليمان، وإن شاء الله في هاد اليومين المقبلة إن شاء الله غادي نكون عاود عندكم في سيدي سليمان بإذن الله. وتحية للناس ديال سليمان. تحية لسيدي محمد، كمجموعة ديال الناس ديال القصر الكبير كذلك مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، شكرا لك. فهد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأسماء كنعتذر إلا ما قريتهاش فأعتذر. مرحبا، يوصل إن شاء الله صديقي، إن شاء الله غادي نوصلوا. تحية للسي حميد عقاوي يكون أكيد إن شاء الله بحول الله، وتحية لك أنت كذلك. خويا عاود رقم الله يخليك، واخا نعاود الرقم ديال القناة هو 05 22 98 45 41، هذا هو الرقم ديال القناة. مرحبا بكم، أي تساؤلات ممكن تطرحوها على الرقم ديالنا. مساء الخير للجميع من كازا، مرحبا لكنزا ومرحبا للناس ديال كازا، كيداير الأجواء عندكم؟ مرحبا بيا سوق الأربعاء غدا إن شاء الله سي معاذ، غادي نكون عندكم بإذن الله في حصة أعلى في الصباح إن شاء الله، غادي نكون عندكم. سي معاذ القديري مرحبا بالناس، سي معاذ القديري ان شاء الله غادي نكون عندكم غدا في سوق الاربعاء الغرب. كذلك بنك دادرة مرحبا بالناس ديال بنك دادرة، سي حافظ او مدريد على ما اعتقد مدريد. طالب محمد مرحبا بكم في الساحل،
الساحل. مرحبا بك سنسا كذلك اخي العزيز. واعتذر مره اخرى كنقول بعد بعد التعليقات ما كنقراهمش. فتبارك الله اللائحه طويله. شكرا للسوق الاربعه بارك الله فيكم. فات لاباس الحمد لله اخي العزيز بارك الله فيك. شكرا لك وتحيه من لك من هذا المنبر، وتحيه لجميع المتابعين ومتابعات قناه شو تيفي. صراحه راكم اعزاز وكنشكركم جميع جزيل الشكر على المتابعه ديالكم وعلى الوفاء ديالكم القناة شفتها في. مرحبا بالناس ديال روسيا، مرحبا بالجالية المغربية اللي مقيمة في روسيا، ومرحبا بالناس ديال توانسة اخوتنا الشقاق الاعزاز حسن خويا. شكرا خويا سعد اسامة عفوا اسامة، شكرا لك احسن سعد، شكرا لك اخي بارك الله فيك اخي اسامة، كنشكرك جزيل الشكر. ساعة. ما عرفتش المهم الصباح نكون مع ديك الحداش ان شاء الله غادي نكون باذن الله. حداش خصني نكون تما المفروض بجهد الله. شكرا نزيل المهديه الناس اللي عزازينا غادي راه قريب ان شاء الله نكون عندكم انتم كذلك. نزيل المهديه كاين مواضيع مجموعه السحاميد اللي غنطلقوها عندكم في المهديه. اللهم امين اختي كنزه الله يطول عمرك. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. ومره اخرى كنقول اعتذر الى ما لقيتش تعليق ممكن يعاود يكتبوه. فراكم كتشوفوا تبارك الله التعليقات والمتابعين الاوفياء تبارك الله عليكم. كنحييكم من هذا المنبر كلكم كل واحد باسم ديالو. كنشكركم جزيل الشكر. مرحبا وتحية كبيرة للأسماء من العيون الصحراء المغربية. تحية شكرا لك أختي الغالية أسماء بارك الله فيك. كذلك معنا حياة على ما أعتقد آية حياة، تحية لك سنتي كذلك متبادلة إن شاء الله وجميع المتابعين والمتابعات قناة شوف تيفي. تحية من جدة، مرحبا من وجدة عفوا من وجدة سي طارق من وجدة، مرحبا بكم تحية الناس اللي وجدة. واه واه بارك الله فيك. غادي نديكم دابا عتيك انت غادي واقف قلت الله نديكم دابا لاكار اللي ما عمر ما شاف لاكار ديال قنيطرة غادي اليوم يشوفوا معنا في هذا البث المباشر. بارك الله فيك شكرا لك وتحية كل متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب. إذن غادي نقوم بهاد اللحظة واحد الزيارة ونشوفو كاملين معانا هاد محطة القطار ديال قنيطرة. كيف مكنشاهدو مع المتابعين كنعتذر إلا مكانتش بعض التعليقات لأني كنتمشى. كنعتذر منكم ولكن غادي نوصل لان ما بعيدش بزاف جوج دقائق ونوصلو ان شاء الله. فنشاركو الاجواء الليليه في مدينه القنيطره. هذه مناسبه تحياتي لك شكرا سي سعيد او سعيده عفوا. تحيه لك اختي الكريمه بارك الله فيك الله سعيده. كتشاهدوا هذا هو مسجد لاله خديجه وان شاء الله غادي نقول لكم وحنا مقبلين على رمضان الله يخلينا بالصحه والسلامه. ها هو كيف ما كتشاهدوا هذا مسجد لاله خديجه وهذه هي محطه القطار ديال مدينه قنيطره. هانتوما جوج دقائق ونكونوا فيها ان شاء الله. نشارككم معكم في هذه الاجواء الليليه في هذا البرد اللي كاين في قنيطره عاصمه الغرب. نبدلو شويه الاجواء ونخرجوا من اجواء اخرى اجواء ليليه نشاركوها مع بعضياتنا ان شاء الله. مره اخرى كنقول مرحبا بكل المتابعين والمتابعات كان شو تيفي وخصوصا المتابعين اللي التحقوا بنا الان. مرحبا بكم معنا في هذه الجوله الليليه.
احنا اليوم كنتواجهوا بمدينه قنيطره. يمكن واحد شويه غادي تولي واحد حالكم الصوره، نعتذر. ما كنتمشى بزاف على داكشي، الكاميرا داكشي اش ما واضحاش مزيان، ولكن جوج دقائق تولي واضحه مزيان. هانتوما كيما كتشاهدو، إذن هذا هو المحطة اللي غادي نوريكم مزيان باش تشوفوها، وهذه مناسبة نشاركوها كاملين في هذه الجولة الليلية مع بعضياتنا إن شاء الله. واللي مسافر، وهذه مناسبة كنقول للناس اللي مسافرين طريق السلامة، الله يديكم على خير ويجيبكم على خير إن شاء الله. الله يجيب لنا الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج، الله يجيبها على خير، وحشناكم بزاف. هذا هنا في هذا الرون بوان كيف ما كتشاهدوا من المتابعين، هذا هو مصايبينه بهذا الشكل بوراق. هذا هو القطار، هذا هو المحطة القطار ديال مدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدو معنا، نعم سيدي الميمونة بلاد الخير مرحبا. دابا كيبان لكم مزيان ولا لا؟ ما اعتقد الصورة واضحة على ما اعتقد الآن. وكنعتذر إذا ما قريتش بعض التعليقات. الحمد لله، وهذه تحية لرجال الأمن صراحة في مدينة قنيطرة. الحمد لله ما بقاوش كيوقعوا أي حاجة، وهذه مناسبة كنحيي فيها رجال الأمن صراحة لأنهم ساهرين على سلامة المواطنين، والشكر الخاص لهم. خرج أي وقيتة ما عمري هذيك شي واحد، الحمد لله. كيف ما كتشاهدوا معنا، هذه هي محطة القطار ديال مدينة قنيطرة. إذا يمكن دابا جا شي تران، راه كيف ما كتشاهدوا الناس هما خارجين. فعلا اكبر معهد ملكي للشرطة، فعلا كاين كيتوجد في قنيطرة. واخا مرحبا، نقدر نقرب مكاينش اشكالية، هاد المناسبة مرحبا نشاركها معكم. هانتوما قربوا لها، اكيد المتابعين طلبوها ما عنديهم الطلب ديالهم فعلا. إذن احنا قريبين منها الآن، هي كيف مكتشاهدو سخون أبها هي عاصمة الغرب. قنيطرة سي موعد، قنيطرة هي عاصمة الغرب اللي معروفة على ما أعتقد، وكنظن أن هي المعروفة بعاصمة الغرب.
نعم أخي عبدو، أنا من قنيطرة. هاهما كيف ما كتشاهدو معنا، هذه المحطة. جاو شي ناس الآن، جا واحد القطار ثم نقولو الحمد لله سلامتهم. شوف فيفي، كيف ما كتشاهدو معنا متابعين الأفاضل، بحال السموات الصحة والسلامة. بارك الله فيك نازل مكناش، شكرا لك. انت حنا كنقول لك دولنا تحية لك متبادلة. الصوت مشى. إذا سمحتي وكتبوا لي، إذا كان الصوت كتبوا لي واحد. شكرا جزيلا. مرحبا سي حسن، مرحبا. شكرا لك وشكرا لجميع المتابعين الافاضل. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم مره اخرى، وتبارك الله عليكم، وشكرا للمتابعه. وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو، والحمد لله السلامه اللي جاوا الان في هذا القطار، وترك السلامه للناس اللي كيسافروا. ترك السلامه، وليتكم نتوما ليله سعيده، وتصبحوا على الف خير. وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو، وشكرا، ليله سعيده.